خارق خارق للعادة، ولكن محمد حتى نضع الأمور في نصابها. تقول أنه الفرق بين المدربين السابقين وتشافي أنه هم امتلكوا لاعبا اسمه ميسي، يأتي بالحلول حين تنعدم الحلول، وتشافي لا يملك ميسي. أين كانت الحلول حين خسر برشلونة بميسي ذهبا وإيابا؟ 8 أهداف كاملة في حضور ميسي على ملعب الكامب نو. يعني أنت مسيرة 15 سنة تختصرها في مباراة. كمل لك. نعم. ماشي مشكلة. أنا نعطيك حقائق ومن بعد تصرفها كما تحب. وحقيقة 15 سنة. أنا نهضروا حنايا على المباراة تاع رابطة أبطال أوروبا محمد. نعم. شحال جاب ميسي؟ رابطة أبطال أوروبا. شحال جاب ميسي من كأس رابطة أبطال أوروبا لبرشلونة؟ ما جابهاش ميسي وحده محمد. من اللي راه اسمه كيخسر يخسر وحده كيربحش مع كونتوز هيك شويه حياته تهبلنا. انا راني نرد عليك كي قال لك هو اللي كان يجي قال له ميسي ستاتستيك سقط زيرو معليش جابهم ميسي. لا لا ما جابهمش ميسي جابو جلبك كملت ما تمرضنا كملت والله العظيم كملت لوجي كملت امين من جلبك كؤوس راني جايك محمد من جلبك كؤوس خزائن برشلونه راني جايك محمد. اعطيني الكؤوس اللي جابها ميسي بعد رحيل إنيستا ونيمار. منذ رحيل نيمار الأخير يعني اللاعب السوبر الأخير الذي كان يمتلكه برشلونة، أعطيني الكؤوس التي جلبها يعني ميسي. يعني نيمار كان يجيب كؤوس. علاش قاطعني محمد؟ خليني نكمل. ما تقاطعنيش محمد، ما تقاطعنيش. كانت التشكيلة الأسماء هي التي كانت تجلب الكؤوس. ميسي كان معهم يتفوق عليهم جميعا صح. هذه الأسماء كي كانت تغيب الحلول ميسي كان يظهر ويمد لهم الحلول. بعدها محمد لما ذهب كل من نيمار إنيستا وتشافي انتهت الحلول محمد. ميسي كان حاضرا في ثلاثية اليوفي لم يفعل شيئا. ميسي كان حاضرا في ريمونتادا روما بثلاثية في ملعب الأولمبيكو لم يفعل شيئا. ميسي كان حاضرا أمام ليفربول رباعية كاملة دون مقابل. نعم. كنا نحتاج لهدف واحد فقط من الظاهرة ميسي صاحب الحلول الخارقة لم يأتي الحل. ميسي كان ظاهرا أمام بايرن ميونخ حين خسر الفريق ذهابا ثم أكل 8 أهداف إيابا لم يأتي بالحلول. حتى نعطي كل ذي حق حقه. نعم. ميسي أسطورة، ميسي لاعب إعجازي، لكن محمد اللاعبون الذين كانت تملكهم برشلونة خدموا كثيرا ليونيل ميسي مثل ما خدم ليونيل نعم. ميسي برشلونة وخدم هؤلاء اللاعبين. نعم أمين فكرتك واضحة، ولكن يجب أن نوضح أيضا بأنه كلامك فيه جزء من الحقيقة في جزء من الصواب فيه جزء كبير من الخطأ. لماذا أمين؟ لذلك لما تقول بأنه ليس ميسي من جلب الكؤوس لوحده، طبعا هذه عندك فيها الحق. ميسي لا يمكن أن يواجه واحد ضد 11 لاعب بالمنظومة يأتي ميسي، ولكن ميسي وصاحب الفضل الأكبر. أنا لما أقول لك ميسي جاب الكؤوس لا أقصد بأنه ميسي لوحده، ولكن كان صاحب الفضل الأكبر. ولولا ميسي، سأل كل المختصين في كرة القدم، لولا ميسي لما حقق برشلونة بإنيستا وبتشافي وبغوارديولا كمدرب وبكل اللاعبين الذين تعاقبوا عليه لن يحقق ما حققه. لاعب إعجازي، لاعب أسطوري، صاحب الفضل الأكبر في إنجازات برشلونة. عندما يغيب تغيب الحلول، وعندما يحضر تحضر الحلول. حضر حضر أعطيتك الإجابات التي حضر فيها لم تجبني. أعطيني الحلول التي قدمها محمد. لمين ما تحكمليش ما تحكمليش على 3 أو 4 لقاءات في مسيرة 15 سنة. 4 لقاءات كبرى لم تجبني في المناسبات الكبرى. لم تجبني كيما كاش نيمار ما كاش تشافي ما كاش إنيستا ما كاش حلول محمد. جاوبني انت برشلونة. نعم برشلونة بدون ميسي كم يملك من كأس رابطة أبطال أوروبا؟ وبرشلونة ميسي كم يملك برشلونة بإنيستا وبرشلونة بنيمار محمد؟ أمين كل هؤلاء اللاعبين الذين ذكرتهم. لا لا بعدوش تأتي أكثر ميسي. أمين لا لا ميدو كل هؤلاء اللاعبين. اسمح لي ميدو اسمح لي اسمح لي اسمح لي جاوبني بالمنطق. أمين أعطيني وين كان الحلول تاع ميسي. كل هؤلاء اللاعبين الذين جمعتهم أمين في نهاية كل موسم لن يصلوا إلى 10 أهداف سواء بالتمرير سواء بالتسجيل سواء كرة القدم أهداف وألقاب. ميسي في كل موسم كان يصل إلى 40 من 40 إلى 50 هدف من 20 إلى 30 تمريرة حاسمة. هذه التمريرات الحاسمة وهذه الأهداف هي اللي كانت تجيب الكؤوس وليس هدف دورات تشافي وإنيستا مع احترامي الكبير أمام جوفنتوس. هدف واحد كان ينقص. نعم. برشلونة أمام روما هدف واحد فقط كان ينقص برشلونة. يحدث أن يمر لاعب جانبا أمين جانبا في كل موسم. نيمار الذي تحدثت عنه وقلت بأنه آخر سوبر ستار مع ميسي في برشلونة خلاص بلي راح ميسي سبعة لي بالدور يقسمهم في النص مع نيمار خاطش نيمار اللي كان يخدم على ميسي واسمه بالكبير بالكبير ليونيل ميسي دي فاسون إيلوجيك سي تون إيلوجيك سانغوليار راك تهضر على ميسي لان دي ميور جوار في ليستوار تاع الفوتبول.